وللحديث مشاهدينا عن الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت السيدة غيدة عناني مؤسسة ومديرة منظمة أبعاد المعنية بحقوق المرأة. سيدة غيدة مساء الخير، أهلا بك معنا في ذكرى هذا اليوم. إلى أي درجة مجتمعنا العربي خاصة والعالم عامة بحاجة إلى زيادة الوعي العام حول قضية تعنيف النساء؟ وهل بزيادة الوعي يمكن القول إن المشكلة قد حلت؟ مساء الخير. للحقيقة إشكالية العنف الموجه ضد النساء والفتيات للأسف بدت اليوم تحتاج إلى يوم عالمي، كل يوم على امتداد 365 يوم، لأن الإشكالية تخطت فقط الحدود الخاصة بالتوعية والتغيير بالذهنيات لتصل إلى حد تغيير منظومات اجتماعية وقانونية وسياساتية، تصل إلى حد المس بالسلوك الفردي بالتواصل مع الآخر. العنف العام الذي نعيشه في أوطاننا العربية اليوم من الحروب وصولا إلى الأوضاع الاقتصادية الضاغطة بأوطاننا المحلية أيضا، باتت اليوم يعني بوابة لاعتماد العنف كسلوك التعاطي مع الآخر يتم تبنيها إلى حد واسع النطاق. وللأسف اليوم التوعية وحدها لا تكفي، نحن ندعي دوما إلى تغيير النصوص والنفوذ في آن العمل التشريعي وتنزيه القوانين من المواد المميزة باتجاه النساء ورسم استراتيجيات الوطنية والسياسات المحلية، يجب أن تكون مصاحبة للعمل التوعوي يوميا بالتزام كامل من كافة الفرقاء. سيدة غيدة، بالإضافة إلى ما ذكرتيه حضرتك، المشكلة تخطت التوعية، تحتاج إلى تغيير منظومات دولية وسياسية، تغيير النفوس والعمل على القوانين التشريعية. هنا دور رجال الدين، المؤسسات التعليمية، الأسرة، الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، كم هو مهم دورهم جميعا في محاولة القضاء على ظاهرة تعنيف النساء؟ صحيح، هو دور ليس فقط أساسي ولكن دور محوري. ما لم يتم تحويل قضية الحماية الإنسانية، حماية النساء والأطفال سيما بأوقات النزاعات المسلحة، تحويلها من قضية خاصة إلى قضية مجتمعية عامة معني بها كافة فئات المجتمع، لا يمكن الوصول أو الدفع قدما بالحد من هذه الإشكالية. إن المقاربة النسقية التي تشمل الجهود التي يمكن أن يقوم بها المؤسسات الإعلامية من جهة، المؤسسات التنفيذية أو المسؤولة عن إنفاذ القوانين، المؤسسات الدينية والتعليمية التربوية، جميعا مع تضافر جهودها يمكن أن تحقق التغيير المطلوب. اليوم لم تعد الأسرة هي فقط الجهة المعنية بالتنشئة الاجتماعية، للأسف بالماضي كانت الأسرة والمدرسة هي المؤسسات التي تنشئ رجالات ونساء. نساء الأوطان اليوم تخطى ذلك الحدود، حدود العولمة، والتواصل الاجتماعي والإعلام بات جزء لا يتجزأ من عملية التطبيع والتنشئة الاجتماعية. سيدة غيدة، بحسب التقارير العلمية فإن من أهم التحديات التي تواجه الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات هو النقص في التمويل المادي. دور هذا الجانب في القضاء على الظاهرة، ومن من التقصير إذن؟ قد أقول أيضا يمكن المرأة نفسها هي جزء أيضا من عملية التغيير. النظرة إلى دورها والنظرة إلى واقعها هي أيضا جزء لا يتجزأ من عملية التغيير. بالرغم من كل الجهود التي حصلت وبالرغم من الموارد الكبيرة التي تم استثمارها لعشرات السنوات في الماضي، للأسف لا يمكن أن نقول اليوم أن هذه الظاهرة أو هذه الإشكالية تم الحد منها. لماذا؟ لأن جزء من الجهة المعنية بالحل الذي هو الرجل هو لا يتم اعتماده أو إشراكه وإشماله كشريك أساسي في الحل. نعم سيدة غيدة، وردم الفجوة بين عالم النساء وعالم الرجال على حد سواء. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، حدثتنا عبر الهاتف من بيروت السيدة غيدة عناني مؤسسة ومديرة منظمة أبعاد المعنية بحقوق المرأة.